أهلا بكم. أكد تقرير لوكالة فيتش الاقتصادية أنه رغم الإيرادات المالية الجيدة للعراق نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لكن ذلك قد لا يدوم بسبب التقلبات السياسية وأداء الحكومة. وذكر التقرير أن التراجع في حجم الديون قد لا يكون مستداما لأنه يعكس جزئيا التوترات السياسية التي قيدت الإنفاق العام وعكست المخاطر السياسية العالية، مضيفا أن إخفاق العراق لحد الآن في تشكيل الحكومة وإقرار الميزانية أدى هذا إلى تقييد الإنفاق إلى مستويات العام الماضي. لوحت لجنة النزاهة النيابية بالطعن بالعقود والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الحالية باعتبارها حكومة تصريف أعمال لا تمتلك الصلاحيات الكافية لتوقيعها. وبيّن عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي أن هناك إشارات واضحة لتجاوز حكومة تصريف الأعمال مواد النظام الداخلي، مشيرا إلى أنها غير معنية في عقد الاتفاقيات والمعاهدات والعقود طويلة الأمد ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي، ونبه على أن هذا المضي فيما يعتبر بالاستثناءات سيفتح بابا واسعا للفساد ولهدر المال العام. كشفت هيئة النزاهة عن إصدار الجهات القضائية 40 أمر قبض واستقدام على خلفية اتهامات بهدر المال العام، وهو ما عده مراقبون دليلا على استفحال الفساد الحكومي داخل مؤسسات الدولة. وأوضحت هيئة النزاهة أن من بين الأوامر التي صدرت ضد كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا هي 7 أوامر قبض و33 أمر استقدام. وأضافت هيئة النزاهة أن الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام ضد وزير أسبق وثلاثة من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين ووكيل وزير حالي. أكدت رابطة أصحاب الدواجن في ديالى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتوجات الدواجن للعام الثالث على التوالي. وقالت الرابطة إن قطاع الدواجن لم يشهد أي أمراض فتاكة في الأشهر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع في معدلات الإنتاج لمختلف منتوجات الدواجن وحققت الاكتفاء الذاتي. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجهات الحكومية استيراد الدواجن من الخارج بكميات كبيرة، ما يحمل آثارا سلبية للقطاع وينذر بتسريح عشرات الآلاف من العاملين في القطاع. قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن حقل الفارغ أكبر حقول غاز في ليبيا بدأ في ضخ الغاز إلى محطة كهرباء السرير من جديد. وأشارت المؤسسة أن هذه العملية ستسهم في تخفيف ساعات طرح الأحمال الكهربائية مع دخول محطة السرير الكهربائية للشبكة، موضحة أن ذلك يأتي في وقت يقترب فيه إنتاج النفط الخام من 1,000,000 برميل يوميا، مع استمرار العمل للوصول إلى 1,200,000 برميل خلال الفترات القليلة المقبلة. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.